بسم الله الرحمن الرحيم، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. أيها الأخوة المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم من صوتكم من استوديو التاسعة، ونبدأ معكم الرصد لأهم الأحداث والمواقف العراقية حتى لحظة دخولنا إلى الاستوديو. صراحة يعني أنا أردبدي وياكم بالموقف الرسمي العراقي، ما أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية. وعندما نقول متحدث باسم الحكومة العراقية، إذن هو ينقل الموقف الرسمي لمجلس الوزراء، والأخ السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام قوات مسلحة محمد الشياع السوداني المحترم، عندما قال بأن هدف رئيس الوزراء هو البحث عن الصيغة الأمثل لاستقرار العراق. هذه النقطة الأولى، رئيس الوزراء يسعى لاستقرار العراق. والنقطة المكملة للنقطة الأولى هي النقطة الثانية، وإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق ضرورة، بات ضرورة. لو نجي نوقف أمام هذه النقطتين، نقول أنه في عالم مضطرب بالوضع الإقليمي اللي احنا بيه، نعم احنا نريد العراق مستقر، لا يوجد عراقي وطني معارض أو موالاة لا يهدف إلى استقرار العراق، وإلا أكو لوثة بعقله، وأكو مشكلة بنواياه في قلبه. وإنما كل مواطن حقيقي يريد بلده يكون مستقر مثل ما بلدان العالم مستقرة حوالينا في أغلبها. وإنهاء مهمة التحالف الدولي هذا لا يعني أننا نبقى متعكزين على القوى الأجنبية. طيب احنا شنو دورنا يا عم؟ العراق اسس اول جيش بالتاريخ، في تاريخ الانسانيه الجيش العراقي اول جيش. يعني احنا كنا نحمي الدول، ما كان يوصف العراق بالبوابه الشرقيه لحمايه الامه العربيه؟ ما كانت دولنا في الخليج العربي وحتى مصر والجزائر والمغرب تفتخر بالجيش العراقي وتاتي تتعلم في الاكاديميات العسكريه مصنع الابطال؟ إذن أنا ممكن في شعب الآن، ما عندنا طبعا يعني إحصائيات رسمية، نتحدث عن ما يقال لأن وزارة التخطيط لما تسوي يعني تعداد سكاني، ما يقال وجود 40 مليون عراقي الآن، بحدود 40 مليون عراقي. يعني 40 مليون عراقي ما يقدر يحمي بلده العراق؟ هذه والله معيبة على العراق بماضيه وحاضره ومستقبله. ما هو الشباب العراقي بالكونات ما حد يلحقه، يعني معقولة ما يقدر يتعلم على الطيارة ولا الدبابة ولا الرادار ويحمي قاعة؟ لا مستحيل. فنعم احنا نريد نعتمد على قوتنا ونبني قوتنا. في 2024 تختلف الظروف عن ما كانت قبل 10 سنين في 2014 وما قبل 2014. اكبر جريمة ارتكبت في العراق المعاصر بحق العراقيين بعد الاحتلال، جريمة المكمل للاحتلال، هو حل الجيش العراقي الباسل، أكبر جريمة، وحل الأجهزة الأمنية العراقية أيضا جريمة كبيرة، ومنها جهاز المخابرات والأجهزة الوطنية الأمنية. لكن أنت بين ما بنيتها، بين ما جتك الحرب الطائفية، بين ما جتك تنظيمات القاعدة الإرهابية وداعش، ومن ثم ظهور الميليشيات الوقحة، أنت كنت هاي النتيجة. لكن في السنوات الأخيرة حقيقة أكو بناء حقيقي لقوة الجيش العراقي الباسل، مؤسسة وزارة الدفاع والقوات المرتبطة بها ووزارة الداخلية والأجهزة المرتبطة بها وكل من يعمل تحت لواء العراق، لواء راية الله أكبر، بوجود قائد عام القوات المسلحة مسؤول تنفيذي واحد هو الأخ السوداني. فنعم هذا الهدف العراقي الرسمي بهذه النقطتين هو الهدف الحقيقي الذي يجب أن نعمل جميعا لتفعيله. بمعنى يا جماعة الخير، هسا أنا أدري بهم المحللين وهذا يطلعون بالقنوات وهذه جايتنا سفيرة أمريكية، هسا شو حسموها؟ هسا سموها خالة لو عمة، يعني كافي. يعني لا تكبروا الراس، السفير يجي عندكم، يا عم انتوا العراق وانتوا العراقيين، لا تكبروا الراس السفيره وهسا يبدون يكتبون منها الساعه التهاني ويحضرون الغدوات والعشوات حتى يعزموها. يا شنو ما تقول لي والله العظيم هي موظفه صغيرونه
بالاداره الامريكيه دزوا لك اياها، حلت ملف افغانستان والانسحاب الامريكي دزوا لك اياها العراق. فلا تكبروا الراس، وانما اسعوا الى ان تحتزون بنفسكم يا عراقيين. التحالف الدولي حتى انهي مهماته يجب ان انهيها بطريقه ذكيه وليست عبثيه. اني انهي مهماته لكن في ذات الوقت احفز قوات الابنيه وجيشنا الباسل والاجهزه المرتبطه بها حتى تحمي الحدود، تحمي سياده البلد. على الجميع ان يعلن ولاء الان للقائد العام قوات مسلحه من المسلحين. العراقي صدق اللي عنده سلاح يقول عمي انا سلاحي للدوله، لو اسلمه وقاعد ببيتي واشتغل لي غير شغله، لو انا تحت امر الدوله ايش تامرني؟ فقط عندك جيش عراقي باسل، فقط عندك وزاره الدفاع وزاره الداخليه ومن يرتبط بها من اجهزه امنيه. اما مو كل واحد مسوي له فصيل مسلح، هذه اختلفت الامور ب 2014، كل واحد هوس من يمه، واحد منهم ما كان عنده ولا نفر، يك نفر ما عنده سجل له عنده 20,000، ما تتذكرها؟ لا نتذكرها ب 2014 صار، والان يستلم رواتب مال الفضائيين. لكن علينا ان نعلن كليتنا كعراقيين ان احنا مع القائد العام قوات مسلحه بحفظ امن البلاد والعباد. ولهذا اليوم موقف مهم، الحكومة العراقية بوجود الأخ السوداني ما كان إلها أن تستمر، ولن تستمر بوجود دعم من زعامتين كبيرتين. لولا هذا الدعم ما ممكن تستمر الحكومة، تنهار بيوم واحد ويروحون من جديد، يقول لك تعال نسوي انتخابات نختار حكومة جديدة. لكن دعم الزعيمين العراقيين جناب الشيخ خميس الخنجر عزه الله زعيم أهل السنة والجماعة في العراق، والزعيم الرئيس مسعود بارزاني حفظه الله زعيم الأمة الكردية، هم اثنيناتهم داعمين لخطوات السوداني من أجل أي خطوة يخطوها. الآن سمعنا وقرينا بمواقف رسمية أنه راح يتم العمل على إعادة اللجنة المشتركة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن وجود يعني أو تنظيم الوجود الأمريكي، إن كان وجود هناك يعني ايا كان شكل هذا التنظيم او تنظيم العلاقه مع الولايات المتحده الامريكيه ومع التحالف الدولي، واستئناف عمل اللجنه العسكريه المشتركه ما بين العراق والولايات المتحده. هذان الموقفان هم موقف واحد متكامل وطني يعطي القوه للاخ السوداني ان اعمل. اما يجي واحد يقول لي مو البنتاغون قالوا ما ننسحب، هسه البنتاغون بعد ما بدت المفاوضات لا تستعجل، يطلع لك واحد الثاني اهو مو الفصائل تقول ما نقبل، هسه الفصائل لو اكو قائد عام قوات مسلحه، قائد عام قوات مسلحه اخي ما بيها مجال، انت تلتزم القرارات تلتزم، ما تلتزم غصبا ما عليك تسلم سلاحك وتقعد، ما بيها مجال بعد، لان احنا ما مستعدين نعرض امن المواطن العراقي للخطر، ما مستعدين. فهذا الموقف للزعيمين يجب أن يتكاتف معه الآخرون الوطنيون، الوطنيون تحت مزدوجين جواها خطين حمر زرق خضر، لازم يكون الموقف ويا هذين الزعامتين الوطنيتين. نعم السنة والكرد يقول لك احنا وياك، انت اللي تمثل التحالف الشيعي الجعفري وياك، يلا سنة وكراد وشيعة يلا بعد شريط، ما كيش دعم يعني يحصل على رئيس وزراء من قوتين تمثل أهل السنة والجماعة وتمثل القومية الكردية في العراق، وهو يفترض يمثل أهل الجنوب الفرات الأوسط، يمثل أهل الجعفرية كسياسيا على أقل تقدير نقول، لكن المواطنين ككل يريدون خير العراق. فهذا ندعو وندعو أنه الأخ السوداني أن يعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى بأن يحقق الاستقرار حقيقي للعراقيين، ما يعرض أمننا للخطر، وثانيا أن نعم تنظم العلاقة مع أي قوة أخرى، وأن يكون أمن العراق أمن واحد. أنا ما أسمح لا شرقي ولا غربي يتدخل بأمني، على شنو؟ كل دول العالم عندها علاقات ويا أمريكا ويا غيرها، لكن بتنظيم تحترمني يا أخوي أنت جاي يمي. يعني اتفاقيات دولية شنو؟ اتفاقيات بين طرفين، ليش يوقفون الرؤساء ويوقعوها قدامهم؟ لأنهم يمثلون سيادة الدول. فهذا اللي ندعوه. أما اللي يحكي لي على موضوع أنه
مجلس النواب باكر يجتمع، يبحث مجلس النواب بس باكر 99.9% احتمال راح يأجل مال موضوع اختيار الرئيس. ليش؟ لأنه يقول لك منا للثنين يعني يلا يطلع القرار مع المحكمة الاتحادية، وقرار المحكمة الاتحادية يعني اللي جاي يوصل احتمال كبير إذا طلع القرار إذا يوم الاثنين، فراح يكون القرار باتجاه أنه تعاد الجلسة. وأعتقد يعني أكو توافق سياسي بهذا الاتجاه، وأما أن يذهب الجميع، أما يعني الواحد بالعشرة بالمية باكر قد يتجه الجميع على اختيار أو مناقشة رئيس جديد، لكن إذا المحكمة الاتحادية علنت الاثنين ما توقع مجلس النواب أو الأخ محسن المندلاوي عنده الجرأة أن يقول لا نتخذ قرار وننتظر، ما راح يقول لك يا أبا خلنا نستأنس برأي المحكمة الاتحادية ونلتزم بها ونحن ملتزمون بقرارها أيا كان هذا القرار، هذا راح يعلن ويناقشون على الاتفاقيات الباقية الموجودة. أما إذا اتفقوا على رئيس يا ريت، يعني إحنا نحتاج أن يتفقون على رئيس بسرعة. الآن أجي على ملف، يعني بما أنه إحنا بعدنا أجواء آسيا وأنا يعني التحليلات الرياضية المستمرة للمنتخب الوطني العراقي والمباراة المقبلة بدور 16 مع المنتخب الأردني الشقيق، يعني نقولها بصراحة كخوف شوية، يعني أنه والله إحنا المنتخب الأردني وكوريا ما أدري سوت هسه عوفكم من كوريا. لكن إذا نحكي رياضيا، بما أن الجمهور العراقي أكثر الآن متحمس رياضيا متوجه رياضيا واهتماماته رياضية أكثر من سياسية وعيونه على الدوحة، فحقيقة علينا أن ندعم منتخبنا أين كانت النتائج، وأن أن أن نحاول أن نستثمر هذا الوقت بدعم المنتخب، مو نحضر من هالساعة أقلامنا وأوراقنا ونبدأ نهاجم يلا أنت طلعت مو زين أنت ما أدري شلون كاساس مش لا لا، ادعم منتخبكم أين كانت النتائج، لأنه يكفي أنه صنع الفرحة على شفاهكم بهذه المرحلة وانطاكم طاقة إيجابية، فلا تقابلونا بطاقة سلبية من الآن. يعني هذه دعوتي لجميع يعني أهلنا وشعبنا وشبابنا العراقي. بالمقابل يعني أنا يوم أمس لما وجهت التحية إلى أسطورة الكرة الأفريقية الكابتن رابح ماجر، هذا النجم الجزائري الكبير الذي يعني كانت صولاته وبطولاته في دور الأبطال في أوروبا في الثمانينيات يعني وتسجيل الأهداف بكعب قدمه مما جعله يعني يطلق عليه صاحب الكعب الذهبي. رابح ماجر أنا وجهت له التحية البارحة لحضوره في برنامج متميز، هو برنامج استوديو آسيا على قناة دجلة الفضائية الغراء، والزميل المبدع الكابتن حيدر زكي. أنا تفاجأت لأنه البرنامج هو يطلع ورانا، يطلع الساعة 11 بالتوقيت المحلي لبغداد، بأنه الكابتن رابح ماجر دموعه نزلت وهو يسمع أنه العراقيين يرفعوا له السلام الجمهوري الجزائري في أرض بغداد. هو أول مرة يجي العراق، هو ما يعني ما عنده يعني 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 معرفة كبيرة على الشعب العراقي، بأنه الشعب العراقي متابعي ويحبوه. فحقيقة دموعك غالية كابتن رابح، دموعك غالية وأنت بين أهلك وناسك. أنا تكلمت وياه هاتفيا وذكرته ب أنا زرت الجزائر ب2001 ضمن وفد رسمي إعلامي، وعدة مرات التقيت الرئيس الراحل أحمد بن ملة عند زياراته إلى بغداد. فالجميع من علماء الاجتماع يجمعون بأن الشعب العراقي والشعب الجزائري متقاربون بكل الصفات، وبيناتهم نفس يعني الكرم والشجاعة والإقدام. فإحنا نحييك، وصح صار ردود فعل كبيرة وردود فعل إيجابية رسمية وشعبية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، نحييهم ونبارك بهم. هذه الأصداء الكبيرة اللي كانت في الجزائر ومن حواليها هذه نفتخر بها ونعتز بها. وحقيقة أنا أوجه التحية مرة أخرى إلى، وأيضا شفنا دموع الكابتن ضياء حسين، تحياتي إلى الكابتن ضياء حسين، تحياتي لك كابتن حكيم شاكر، تحياتي لكل الضيوف، تحياتي لكابتن عبد العزيز العطية وكلكم مبدعين.
وحقيقة احنا نشكر اللي جمعكم، نشكر قناة دجلة الفضائية والأستاذ الدكتور جمال كربولي بهذه الرؤية الإعلامية إضافة لعمله السياسي، نشكر المخرج الكبير أستاذ محمد العبيدي على هذا الدعم، أنه برنامج أكثر من 3 ساعات يجمع العائلة العراقية والجمهور الرياضي من المغرب إلى المشرق العربي. وتحية خاصة، أنا دائما أنساك المخرج المتميز مصطفى الأعظمي، تحياتي لك مصطفى، أنت صديق عمر وأنت مخرج كبير ومبدع. أنا والله عباله أهنيك على شهر نيسان عيد ميلادك، يمكن 1 نيسان. يا حبيبي يا أستاذ مصطفى الأعظمي المخرج الكبير، تحياتي لك ولإبداعك وكل مخرجين وكوادر دجلة. وخلي نشوف الصالة البارحة. ما يفوتني أن أقدم الشكر إلى الأخ الزميل أنور الحمداني مقدم برنامج استوديو 9 على قناة الفلوجة على كلامه اليوم والإشادة ببرنامجنا بضيوف البرنامج وتحديدا الضيوف العرب، وعلى كل ما قدمه من فقرات جميلة جدا. اي والله، أقل ما يقال عنها بأنه أدى واجب الضيافة وأكثر ربما حتى من اللي قدمناه احنا إلى ضيوفنا المتواجدين. الشكر الجزيل للأخ أنور، رغم كل الخلافات يمكن سابقا كانت بيني وبينه والناس تعرف، يعني كان اكو سوء فهم، لكن تجاوزناه بمراحل سابقه، وما قدم لضيوفنا شيء يستحق عليه الشكر والتقدير واثلج صدور ضيوفنا حقيقه، لان الكلام كان مهم من قبلهم بحق الاخ انور الحمداني، بحق الكابتن حكيم شاكر، حتى الكابتن علاء حبيل، كابتن موسى عبد علي وبقيه ضيوفنا المتواجدين. وسوالك فقره بالبرنامج كابتن اثلجت صدري انا حقيقه من شفتها. والله اي والله، خلي نشوفها، انا صورتها من التلفزيون وبعثتها للكابتن رابح، بس كمباشر خلي نشوفها شنو اللي سواه. واجب اقل ما يقال عنه الضيافه العراقيه الاصيله اليوم لضيوف برنامج استوديو اسيا. ولذلك اول مره حسيت نفسي واحد منكم. ولذلك انا شو اقول لك، انا شو اقول لك، الاسود كل الاسود انتم اخواننا العرب، ما يلوق لكم غير بس العرين، وهذا عرين الاسود، العراق عرين الاسود. عفي عليك كابتن حكيم شاكر، نعم العراق عرين الاسود، وحياكم في العراق دوما، ولهن بالجزائر الحبيبه الشقيقه، بلد المليون شهيد، بلد الأبطال، بلد الكرام، بلد المضحين، للجزائر وقيادتها ورئيسها وشعبها ورياضيها، ولرابح ماجر. مثل ما أنت تفتخر بالعراق وتفتخر بالعلم العراقي، إحنا نفتخر بالجزائر وبشهدائها وبعلمها وبشعبها. وتحية لك من استوديو 9، نرفع النشيد الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وقوفا. روح. جيت وياك والله كابتن، والله غالي 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 على الجميع. والله وهي فعلا والله يعني لحظات احنا وياكم نشكر القناه جيتنا كابتن، دموعك غاليه كابتن، وثق كابتن رابح، ثق بالله اللي يجري بالجزائر اوتوماتيكيا الشعب العراقي يعني ينزف دم له، والله اي مشكله تصير بالجزائر او غير الجزائر الشعب العراقي هذا طيب وانساني و ويتعاطف ويا القضيه اذا كانت جزائريه او اي قضيه ما تعرفه. نعم يعني هذا التاثر كابتن رابح. نعم. من يوم خروج المنتخب الجزائري الى يومنا هذا هو الوضع مو طبيعي بالنسبه له. نعم. والى الان الصدمه والمفاجاه مشكله داخله
شيمون بس هو ما يحكي بالموضوع لانه كلامه عنه يكون حساس، لذلك يمتز هاي صار اكو مزيج يعني بين النشيد الوطني بين ما حصل للجزائر، وانا اكاد اكون متاكد يعني من هذا الكلام. معلش الحمد لله الحمد لله. بعد في شيء ثالث نسيته المنطق. والله العظيم انا نشكركم على يمينه على يمينه. نشكركم كثير ونشكر ايضا الاخ انور الحمداني العراقيين وتلفزيون التاسعه، يعني ما كنت منتظر يعني نشوف هذه الامور، يعني بلدي بلدي والعراق بلدي ثاني ايضا. وانا معكم كاخوه الحمد لله ونشكركم على كثير كثير كثير. نشكركم كثير وان شاء الله نتمنى كل الخير ان شاء الله للعراق وللجزائر، وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. ان شاء الله بس يعني استاهل انك تكرم يا ابو لطفي. بس للامانه يا كابتن يا ابو لطفي هاي صار يومين متتاليه الاخ انور الحمداني وقناه الفلوجه حقيقه يعني محتفيه بيك وبالاخوان العرب يومين متتاليه. زين لا حتى بهجومنا اي يعني القصد احنا العراقيين بالله ما نريد نقول يعني، بس قال كلام في حق المتواجدين كبير، بس اللي همنا احنا الكلام اللي كان في حق اخوتنا العرب انت ولا علاء ولا الاخ عبد العزيز. لذلك يعني ترى هو يعني البرنامج مشاهد، برنامج حيدر مشاهد، فكل الناس تشوفه. ومن يكون اعلامي مثل انور الحمداني رجل يقول كلمه الحق فيك، فهذا انا اعتبره ان شاء الله وسام فيك لك ولاهلك الطيبين. نشكره كثير يا حبيبي، يعطيه العافيه ويعطيه الخير. الله يسلمك. هسه احنا صحيح يعني العبره خنقتنا، بس كابتن سعد وكابتن ضياء ليش تبكون قاعد؟ انا ما ادري ايش بيت كابتن ربح، انا حبيته هوايه. يمكن من ها يمكن من عزيز مسوي مشاكل وايد. يعني الغريب شفت على حبيب ايش قال؟ قال عبد العزيز قال هسه يقول هذا مو علم الجزائر. يعني هم يعترض؟ يا جماعه يا استاذ ضياء حسين خف على الكابتن عبد العزيز العطيه، تحياتنا له وبارك الله بكم. ومثل ما قال بالفعل الكابتن المدرب سعد حافظ، نعم احنا نشعر بما يشعر به اهلنا في غزه، الصمود في كل بلداننا العربيه حتى الجزائر الحبيبه، يعني احنا شعب واحد. ردود الفعل رصدها لكم ايضا رئيس رابطه مشجعي العراق الكابتن مهدي الكعبي الكرخي العراقي البطل الشجاع، رصدها لكم من الدوحه، خلي نشوف. الله يا انور الحمداني، والله 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 انت نمبر وان مقدم البرامج السياسيه بدون اي تحيز وبدون اي شيء. نعم كل مقدمين برامج لهم شيء جميل ولهم شيء يعني، بس انت يا اخي تطل للانسان قيمته. نوبه ترفع العقال للمهدي، نوبه ترفع العقال للمنتخب، نوبه ترفع العقال للعراقي. بس سالفه رابح ماجر هاي شيء بعد ما انسى للتاريخ. انت سويت زين شنو هاي؟ شنو هالحلو؟ تحيه لمخرج البرنامج اللي حضر العلم، اللي حضر العلم الجزائري وخلى صوت رابح ماجر وخلى السلام الجمهوري الجزائري. زين انت من عزلت السلام الجمهوري للجزائر، كيف خليت حاضرك الممتون رابح ماجر وحتى حيدر زكريا يمشي بشيء؟ والله انت يوم على يوم تتألق وكبير، وانت انسان وطني، وانت ابن العشيره القويه هي العراق. ما شو الحب؟ لان هاي انت ابن دوله، دوله اسمها العراق. رحمه الله على روحك الجواهري يقول لا تقول العراق، لا تخنثه، قول العراق. لان الخارطه مالته كريزما مال اسد، اسد. وانا اليوم كاتب شو باوك، ارفع راسك انت عراق، اقرا 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 باوك زين، باوك زين. من خلال برنامجك اخوان المشجعين اللي جايين بقطر، شوية الهدوء وشوية التزموا. هاي دولة قطر دولة قوية، دولة قانون، دولة مضبوطة، دولة تنظيم. شوية على كيفكم، هدوء 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 هدوء. أريد هالهوسة وهالواحد يتعلق بالفيس وواحد سقط بالله. كلنا عراقيين. نعم هسا أنا رئيس الرابط عم أصغر واحد بيكم، أنا أخدمكم. بو أنور الحمداني اللي سوا برنامج دجلة، اللي سوى شيء جميل رابح ماجر وعزم السلام الجمهوري وخلى الناس كلها مال الجزائر تبكي. أنا بشي مشي والله. وزين شنو؟ إحنا للكرم، إحنا للكرم، إحنا اللي علمنا البشرية على الكرم.
احنا تاريخ الحضارة، احنا اشور وبابل، معقولة احنا نتكلم على كل؟ ليش يا ابا ليش؟ احنا بس لما يقول هذا كريم العراق رحمة الله على روحه الشاعر الكبير، هي احنا اللي اسسنا الملعب واحنا اللي نلعب، هي احنا يا عمي هاي قطر دولة حلوة. رجاء رجاء ابعثوا رسالة سلام الى الشعب العراقي من قطر، وهاي قطر مستضيفتنا وقطر قام بواجبنا ودخلتنا من المطار وخدمتنا قدام، شكرا. ومن نطلع نقول لهم شكرا، شوية تأنوا بالكلام وتأنوا بالفيديوهات، لأن قطر تحب العراق. وأنا أغني لهم حي الله قطر، حي الله الحضر، حي الله قطر، حي الله الحضر. أنا العراقي اليوم كنا قطر، أنا العراقي اليوم كنا قطر. بالمناسبة استعد أول حد كل الجايين دول المشجعين على حساب دولة رئيس الوزراء عاش فيدك السودان، وما خليت اسمي مو مشكلة، أنا أتحمل لأن أنا كبيرهم بس أكون صغيرهم، مو مشكلة. أنا رجال واكل شارب نايم عند والله صديقي سيد ثار ياسري على حسابه وطاير على حسابه، بس بعض الناس الشرفاء بالعراق ساعدوني ومن رجع أذكر فيهم واحد واحد، ناس مواطنين. أنا دولة مدى الزكي، وكذلك وزير الشباب دز إعلاميين وبارك الله بيه، وكذلك عدنان درجال جايب ناس وبارك. بس أنا من خلالك رجال لا حد يدخلني بأي قضية، خاف تنزل فيديوهات، خاف واحد يكتب، أنا ما لي شغل ترى، أنا رجل ملتزم التزام فول ومبيض وجه العراقيين، وكل الناس بياخذوني يصورون بالشوارع لأن أنا أمثل بلد اسمه العراق. العراق رحمة الله على روحه وعلى فرح ما يطلع على روحه البرج. وتحية لك الحمداني، تحية لك، تحية لك، وتحية للفلوجة وخنات الفلوجة وقائمين فلوجة وهلا بالحمداني ويا مية هلا يا قضات الحب. وإحنا مشكلة يا عراق، أرد حضنك لأسرة كلك سجاجين، والعراق عزيز بعزهن وتلوب لعيون المحنة. وقت ما أقول شكرا للحمداني على هذا السلام الجمهوري إلى رابع ماجر، وبجيت كل الشعب الجزائري كابرون أصدقائي من الجزائر نازل بالجزائر صار ترنت بالجزائر سلام الجمهور مالك عاش سيدك والله رئيس الرابطة العراقية مهدي الكرخي، والله ينصر العراق بكأس آسيا. الله يحفظك ويبارك بيك كابتن مهدي الكرخي الكعبي العراقي رئيس رابطة مشجعي المنتخب العراقي البطل. وأنا وياك وأنا أريد أوجه رسالة، للأسف الشديد شفت البعض دي يسوي مقارنات غير منطقية بين الشاب الجميل العفوي المبدع رسول أبو القوزي اللي نحبه ونحترمه ونفتخر به وبعفويته وبين رئاسة الرابطة. يا جماعة مو هيك الأمور تنقاس، رابطة احنا ما لحقنا، ما صار أسبوع من جمعهم كابتن عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وحط لها أسس جديدة وبرئاسة الكابتن مهدي الكرخي الكعبي، فأنتوا لا تسوون هاي والله مقارنات وعيب هذه السوالف. عندنا الكابتن مهدي الكرخي صار له أكثر من 40 سنة رافع اسم العراق ولابس العلم العراقي ويفتخر به بالعالم، من المكسيك للبرازيل للدوحة للرياض للكويت لكل العالم، كل العالم كله شافه. والمقارنة هذه يا أخي إحنا الرابطة لازم بيها نجوم، فإذا بيها نجوم رسول أبو القوزي خلي يكون أحد نجوم المبدعين، أحمد كنكل أحد نجوم المبدعين، بس مو والله تعالوا شوف ما يصير، إحنا نريد الوضع يستقر ما نريد الوضع يخربط. وتحية لكم. أما على ذكر دولة قطر الشقيقة فنيابة عن الجمهور العراقي الرياضي اللي راح للدوحة وشاف كرمه للقطر الكرام بقيادة سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، تحية لقطر وتحية لأمير قطر وتحية لشعب قطر وتحية لرياضي قطر وتحية لمحبتهم وكرمهم الذي استقبلوا به أشقائهم وأهلهم العراقيين الذين راحوا بالآلاف إلى دوحة العز، دوحة المجد، دوحة الكرم اللي نفتخر بيها ونعتز بيها. فتحية لكم، وهاي رفعت العقال القطر لأن تستاهل، لأن كرام، لأن شجعان، وهاي وصلت صورة إيجابية يا جمهورنا قدام القطري اللي يحبوكم واللي يحترموكم ويعزوكم. أمانة الله روحوا هاي ما طول أنتم بسوق واقف، شفتوا هاي هذا البرج الموجود يشبه الملوية، خذوا يمه صور
واعتزوا انه انتم الناس وكم مطعم اسم العظميه وكم يعني اعتزوا باهلكم وناسكم وخلوكم انتم سفراء العراق امام اهلنا واشقائنا في دوله قطر، وان شاء الله اشوفكم بالكويت وبغيرها. وانا ارد احيي ايضا حقيقة المصور المبدع مرة أخرى أردحيه، لأنه الفيفا والاتحاد الآسيوي أكد على أهميته مرة أخرى في أيام البطولة لصوره المبدعة، الكابتن ابن العم المبدع المصور الآسيوي الكبير بإبداعه الصغير بعمره لكنه مبدع كبير، مرتضى أحمد الحمداني المبدع مرتضى أنستا. وأنا أنا ضد اللي يتهجم، ما مرتضى سوى ديرته، شوف يلا تقول مرتضى سوى ديرته، مرتضى رفع اسم العراق عاليا بين المحافل الدولية، عد من توصل واحد بالمليون إلى ما وصل مرتضى عود احكي. وشفنا شباب من القائم الكرام ايش قالوا. الجميل الأخوان من القائم أبعد نقطة غرب العراق بالقائم، تندل القائم، أنت ما هو تعليق بالقائم، اخوان راويين مجاعين يشجعون المنتخب وفرحانين بقطر ومتعجبين منبهرين بقطر. دكتورنا العزيز دكتور رامي صيدلي ورجل محترم ورجل راقي، واخوه الصغير حج يوسف، هذول اخوان. خلي اسمع كلامك خلي استاذ انور، شو تقول استاذ انور؟ تحياتنا لاستاذ انور العزيز الغالي. بصراحه الاجواء داخل الدوحه جميله جدا يعني، وجود الطيبين امثال مهدي وجميع الاخوه العراقيين داخل الدوحه شرفوا العراق احسن تشريف ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله الكاس عراقي بامتياز ان شاء الله 100% ونعيد امجاد 2007 ان شاء الله. يوسف سلم الموضوع، سلم الاستاذ انور، سلم علي استاذ انور، ان شاء الله ان شاء الله نكون الكاس عراقي ان شاء الله. بارك الله بكم. أنا حقيقة بمعدنا بأجواء آسيا وإحنا برنامج تفاعلي، فلهذا يعني إحنا نريد نحيي أيضا من استوديو التاسعة من خادمكم وصوتكم أنور الحمداني، وحيي قناة آي نيوز الجميلة المبدعة بكوادرها كافة وخاصة كادر برنامج ليالي الكاس والمبدع الكبير هذا الذي صنع التغيير في البرامج الرياضية وأصبح الآن أكاديمية رياضية، الكابتن علي نوري. تحية إلى ورفعة العقال العلي نوري، لأن حقيقة صنع التغيير بسنتين في أسلوب البرامج الرياضية باستقبال الضيوف العرب من المحللين الرياضيين، ونشكره هو وضيوفه. خلنا نسمع ايش قال البارحة زميلنا الإعلامي المميز والرائع أنور الحمداني. البارحة عامل هيك سوالف في برنامجه، وموجه طبعا الشكر والتقدير لكل ضيوفنا وكل محللينا، وهو متابع نهم وبشكل أنور الحمداني واحد من إعلاميين الكبار والمخضرمين في العراق معروف. فأبو أستاذ أنور يقول لي دير بالك على أبو صقر، وأنا اليوم حتى أبو صقر هم توليته، شو أسوي له؟ شايف لازم تليفونه ويخابر على الهواء ويغرد ويدز مسجات وقروبات وتدخل. صاد انور صاير ضدي هالايام، ما ادري ايش في علي، وانا مسكين قاعد بالغرفه ما اطلع، ترى كلش كلش ما اطلع. زين مخنوق ها؟ مزنوق والنوم ماكو. من وين؟ من الاوتيل مش حتطلع؟ ما يطلع ابد. والله العظيم ما بنشوفك الا بالليل. احسنت. صلي الفجر وتطلع انت. انت تنام ساعتين يوميا. زين خلينا نشوف الفيديو للاستاذ انور الحمداني. ولهذا انا اريد اوجه رسالتي، الرساله الاولى للكابتن علي نوري مع تحياتي واحتراماتي له وكل ضيوفه. يعني خف شويه على ابو صقر، خف شويه على ابو صقر يا عمي، هاي توصيه منا هنا بالكويت. يقول يا عمي يا كابتن علي نوري هذا ابو صقر، ويستاهل ابو صقر، يعني يستاهل حارس مرمى ويستاهل رياضي ويستاهل عربي من دوله الكويت الشقيقه محب للعراق. السنه اللي طافت اللي فاتت بطوله خليجي 25 اجى بسيارته، وواحدة من الزيارات اجى يمشي متوجه الى اتجاه الى معبر صفوان. فتحية الى الكابتن عبد الرضا عباس ابو صقر، وبتحليلات الرياضية يعني مو نام لساعتين قلبت الدنيا عليه انت والكابتن العزيز الحبيب رياض عبد العباس. تحياتي ومحبتي له، وايضا مبارك له الصلح بينه وبين الكابتن حمود سلطان. يعني الكابتن حمود سلطان احنا نحبه ونحترمه ونحب مملكة البحرين واهلها وقيادتها وكلهم اخواننا واشقائنا.
شكرا للاستاذ انور الحمداني. زين بس خليني اشكر اول شيء تفضل يعني حرام الرجل اشاد يعني في كل باختصار لا مشكور استاذ انور ما هو غريب عليك اصلا ولا على على ثقافتك وروحك الرياضيه العاليه اللي احنا يعني اتمنى تكون معانا ويعني تصير تعون لنا يعني بروحنا في الساحه ولا فينا لعب اي شو سواني ما لا تشوف مباريات لا لا لا, لا تكتب لا هاي ورقه هاي ثانيه ثلاثه اليوم كم ابن زيد عم بجيب ماء كل ماتش عشان يفطر ابو علي لا تقول السر يا ابو علي لا تفضحنا زين ابو عبد الله رياض عبد العباس ونعم احنا مو قلنا شو اسمه كفو منك ابو صقار وتحياتنا لك ولهنا الكرام الاحبه في دوله الكويت ان شاء الله بالخير وبالعز والبركات ويا كابتن علي نوري المحترم انت الان تراس اكاديميه اعلاميه متميزه في ليالي الكاس بهذه التجربه الكبيره الريد الكابتن رياض عبد العباس مو ابو تاكسي قال لكم ما احبه شلتوا رجعوا الكابتن رياض عبد العباس ترى اسويكم استفتاء على الهواء هذا تحدي وهذا انذار اسوي استفتاء على كلها تريد الكابتن رياض عبد العباس يرجع للبرنامج وبتحليلاته وبقفشاته الحلوه تحياتي لكم بارك الله فيكم حقيقه يعني بالمقابل انا ارد احيي اريد احيي شخصيه سياسيه لكنها تصرفت تصرف كبير وامام اشقائنا من المحللين الرياضيين العرب واعني الاستاذ الدكتور حيدر العبادي المحترم رئيس مجلس الوزراء الأسبق والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق لأنه سوى مبادرة جميلة الدكتور حيدر العبادي يستحق التحية عليها والتقدير من برنامج استوديو التاسعة دكتور حيدر العبادي رجع للزميل المخرج سوى دعوة كريمة للمحللين الرياضيين الذين هم في بغداد الآن ضيفهم واستقبلهم ورحب بهم وهذا الشيء يعني يرفع من معنويات أي شقيق عربي يريد يجي للعراق خاصة المحللين الرياضيين فبارك الله بك دكتور حيدر على هذه الخطوة اللي سويتها ويا أخواننا وأشقائنا العرب وخاصة أنت كشفت لهم سر بأنه أنت كنت في أيام المراهقة والشباب تلعب طوبة في نادي شعبي بالكرادة فهذا شيء حلو دكتور حيدر العبادي نكتشف أنه أيضا من المهتمين بالرياضة وبفنونها الجميلة فشكرا يا دكتور حيدر العبادي من استوديو التاسعة ومن أخوكم أنور الحمداني بارك الله بكم جميعا حقيقة الآن هسه أروح على ملف العفو العام ويانا ضيف إجانا من كربلاء المقدسة يريد يوجه رسائل أنا أكثر مما أريد أسأل المحامي الأستاذ أحمد عبد الحمزة رسول أنا استغربت أنه هو والي السجين محامي ووالي السجين يعني أنا أريد أشعر بشعوره بالألم وبالإحساس أنه إذا كان ابنه مظلوم وسجين وهو محامي يدافع عن الحق ورجل من رجال القضاء الواقف فأنا والله مو أتعاطف وياه ولكن أتضامن وياه بما يشعر به هو وعلى مستوى عائلته الكريمة وخلنا نستمع من عنده بعشر دقائق راح يحكيكم مختصر القصة لأن تدرون المحامين العراقيين مفوهين وهم أبطال المنابر في المحاكم فالمحامي الأستاذ أحمد عبد الحمزة رسول حياك الله من كربلاء المقدسة وكليتنا نسمعك وحياك الله بالفلوجة هيا الله أصلك أستاذ أنور الله يسلمك بداية نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم وعن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الإسلام ونحن مسلمين من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق رسول الله أشكر قناة الفلوجة على الاستضافة والشكر موصول إلى الأخ والإعلام الكبير الأستاذ أنور الحمداني صاحب كلمة الحق أخوك وخادمك والمتابع لا أنا مو كبير أنا مو كبير أنا المتابع لهموم المستضعفين وكل عراقي ونقلها بأمانة أخ عزيز أنا لا إعلامي ولا كبير أنا خادمكم وصوتكم كل العراقيين ون وحياك الله وحيا الله كربلاء المقدسة ونعم بأخلاقك
حياها وهلها ومن يسكنها. الله نحيي الإمام الحسين والإمام العباس. حيا الله أصلك. حياكم الله، أهلا وسهلا. نعم، نحن من مدينة كربلاء المقدسة، من مدينة الإمام الحسين الذي خرج للإصلاح. يسلم رأسك، يسلم رأسك أستاذ أنور، يسلم رأسك. الله يسلمك. أنا موضوعي اتجهت به الأكثر من مسؤول وعلى رأسهم وزير العدل والوكيل الأقدم، وما حصلت أي نتيجة، وأني محامي، فكيف بالإنسان اللي ما عنده صفة وظيفية تأهله أنه يقدر يوصل بكلمة أو باستجابة وطلب؟ مشكلتي أختصرها، وهي مو مشكلتي أني شخصيا، مشكلة ترى جميع الناس الموجودين بالسجون. مشكلة يعني الإنسان بالسجن اعتبروه بضاعة، سلعة، هسه دا يتاجرون بها على مستوى السجون عامة، ما أقصد لا سجن واحد ولا أقصد، وكل هالناس تدري بها والمناشدات. ولكن للأسف نشوف إحنا إخواننا النواب المسؤولين ما يتابعون هذا الموضوع بجدية. إذا يتابعوه ويصير متابعة، أكو ازدواجية بنقل الحقيقة، وأغلب الموظفين اللي موجودين بالسجون، بالسجون الإصلاحي، السجون ترى مو إصلاحية صارت، السجن الإصلاحي يطب لها الخوش آدمي يطلع مو خوش، حش السامع مو خوش، شلون يطببون الشخص اللي ما عنده على دعوة بسيطة، واللي مثلا أنا على سبيل المثال هو ابني، ابني محكوم على المادة 295 اللي هي صيك بدون رصيد، فترة بقاء بالسجن هاي زين، لكون أنه سلوكه وضعه وكلها تعرف لو تشهد له، اعتبروه مراقب أنه ينقل الأمور السلبية ونفس الوقت الإيجابية كحلقة وصل بين السجناء وبين المرؤوسين، سواء مدير شؤون أو سواء مدير السجن أو اللي مشرفين على السجن. خلال هاي الفترة يوم من الأيام، وبالتحديد تاريخ 30/11/22، سمع أحد النزلاء يتصل بشخص خارج السجن، يتصل به أنه يتفق وياه على إدخال مواد مخدرة. المواد المخدرة تعرفون أنتوا يعني وضعيتها، ولو المواد المخدرة كل إحنا ندري بها تصير بالسجون، واللي دخلوها ترى المنتسبين، ومعالي وزير العدل يعرف بها، وكل المرؤوسين يعرفون بها، هم وأكثر أغلبهم وسطاء بهاي الحالة. بدوره هو سوى قام خبر مدير الشؤون، إذا تسمح لي أنه أذكر اسمه أستاذ أنور. أذكر، أنت سعادتك محامي وكلك لك كل الحق، أنت أعرف بالقانون، تفضل. أحد الأشخاص هذا اللي نقل له هو مدير شؤون سجن الحلة، كان مودع بسجن الحلة على المادة 295، قال أنا سمعت أحد النزلاء تريد يطب مخدرات. بدوره الأخير نقل الكلام لمن؟ إلى المدير السجن اللي هو اسمه مصطفى كامل في حينها. بدوره مدير السجن أخذ احتياطاته اللازمة. تسمع الأستاذ؟ أسمعك، تفضل. أسمعك أسمعك أسمعك. فنقل الكلام اللي نقل له ياسر، وبدوره الأخير اللي هو مدير السجن سوى أخذ احتياطاته، وعلى أثر الأخبار اللي هو من ابن ياسر لزموا المواد المخدرة ولزموا المنتسب اللي ينقل المواد هاي المخدرة، وانحالوا محكمة بأنه يجوا جماعة المخدرات للسجن، وخبرهم المدير وبقيت قالهم أنا هيك أخبار عندي، وعلى أثركم شوهن المواد المخدرة وخذوهن ولزموا الأشخاص. ورا مدة ودوا على ابني المخدرات، شنو قالوا له؟ أنت دولة، قالوا أنت اللي بدخل المخدرات، قالهم لأنه عرفوا أنه هو السبب اللي خبر عليهم. قاموا ولزموه على القوة 3 أيام، طبعا تعليق وضرب، هذا تقرير موجود عندي
زين التقرير هذا مثبت من طبابة السجن وثبت من الطبابة العدلية، لأن أنا قدمت طلب لرئيس الادعاء العام في وقتها مال الحلة، ونقل ودال للطب العدلي وثبتوها، وجود كدمات في القدم الأيمن والأيسر، وجود كدمات في الوجه، وجود كدمات في الكتف، وجود خلع في يدين، أثار قيود في معصم يدين، وأمور ثانية اللي هي حتى تشوي بالهذا. اشتكيت على المفرزة اللي حققت وياه بالمخدرات عن طريق السيد معالي وزير الداخلية، حولني لمن؟ حولني للشؤون مال الحلة، شؤون الحلة أخذوا وفاتي ذاك يوم، هذا يوم سبعك. اشتكيت يا رئيس الادعاء العام، قلت له أنا وضعيتي هاي، وهذا شو اسمه طبعاً بطلب رسمي ومهمشة، هذا موجود عندي، كل اللي أحكي أمام حضرتك وأمام الرأي العام هذا موثق توثيق رسمي مصدق وموجودة في إضبارة الدعوة. على أثر هذا انحال ابني إلى التحقيق، فطلبت من رئيس من قاضي التحقيق أنه التحقيق ما يصير يم المحقق العدلي، رأسا مباشر يمك، طب ابني يم القاضي المختص بالمخدرات. طبعا هاي برا 3 أيام كتلوا اللي معلوم الناس كلها، من ضمنهم ضباط اللي اشتكيت عليهم، مقدم فايز وهذا اسماء بالموجودة. فعلى اثرها من يطب يم القاضي، قلنا يعني القاضي عادل، يعني القاضي يطب يمه يقول له استاذ انا مصدر وانا اللي خبرت عن هالامور هاي، ينب عليه القاضي مع احترامي واجل السامع يقول له كل خير هذا الحكي خليه يفيدك، هذا قاضي التحقيق. إن حال على أثرها يقول لي أنا راح أوديك للتحليل، اطلع أنت ما تتعاطى، يعني أنت التاجر، يعني أنت ذولا لأنه فتن عليهم وخبر عليهم هم جابوه بالوشاية، حالوا للجنة الطبية، طلبت حالة اللجنة الطبية، حالوا للجنة الطبية زين إدرار ودم، تبين أنه ما يتعاطى والتقرير موجود ورقمه وتاريخه موجود بالدعوة لا يتعاطى. انحال للمحكمة الجنايات، بالمحكمة الجنايات أنا حاضر وموكلها محامي، فسأله طلبوا المدير مال السجن ومدير الشؤون حضروا بحد جلسات المحكمة وطوا فادتهم قالوا نعم هو مصدر عندنا وهو اللي خبرنا ياسر، ورغم هذا ابنك مصدر عندهم، ما اخذوا بياخذوا بالشهاده ما هو ابنك مصدر عندهم. نعم مصدر عندهم، وابنك نعم مصدر عندهم، ونعم ابني اتهموه، هم ذولا من اتهموه مو اخذوه من المخدرات، اتهموه جابوه. يقول له القاضي قاضي التحقيق يقول له اذا ما شو اسمه اذا ما 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 يعجبك هذا الحكي انت مال مصدر ما تمشي عندي، اذا ما عجبك هذا الحكي راح ارجعك وتعرف اللي صار بيك، تعرف اللي صار بيك. قال استاذ بعد صار بي نعم صار بي الضرب والكتل اللي صار بي حتى شو مع السامع ذكره هو بالأماكن الحساسة، يعني وحدة من العدين يقولوا لهم أنا بدي أروح التواليت يقولوا له سواء، طبعا غلط، ومن هذا أنا ثبته كله ومقدم به طلب الرئيس الادعاء العام وحاله إلى حقوق الإنسان. ابنك حقوق ابنك الإنسان ابنك قاضي حقوق الإنسان سوى قاضي حقوق الإنسان تفضل كل شيء ما سوى ودوا على هذا استقدام وبس. ابنك ايش قد عمره مواليد 1984 مواليد 1984 طالب صف سادس كان ما يشتغل طالب صف سادس ما يشتغل ما عنده كل شغل نعم تمام هو ابني الوحيد وابنك الوحيد تمام نعم. أنا قضيتك أنا سمعت بها الطرف الإعلامي هي قضيتك بها طرف إعلامي بدون ما سمى الطرف الإعلامي صحيح لو أنا غلطان الطرف الإعلامي أستاذ أنا شنو هذا بوقتها نقلوه للتاجي شنو سبب نقلته للتاجي سبب نقلته للتاجي أكو سجين وياهم أخت إعلامية راحت توسطت يم جلال إذا عباس إذاعية تلفزيونية صحفية لا إعلامية في إحدى القنوات
ما اريد اجيب اسم اخوها موجود حي بس معروفه لو معروفه 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 نعم 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 اتحفظ على ذكر اسمها نعم شو تقدم برامج؟ تقدم لقاءات اجتماعيه سياسيه فنيه رياضيه ها لقاءات تروح مثلا اخر لقاء لها ويا السيد وزير معالي وزير العدل تسأل على العفو وش اسمه لأن أخوها محكوم أستاذ أنور محكوم على تجارة المخدرات وموضوع حاليا بسجن الحلة وهي بالذات هي أساس هاي الأمور كلها أساس الأمور كلها شنو توسطت إجراءات جادر وجلال عباس أبو الأمنية والثاني معاون الإداري مال الإصلاح العام اجوا لابني حققوا وياه تحقيق ما اعرف شنو ذبابوا المحجر 30 يوم ورا 30 يوم نقلوه بالتاجي ويسمع حسك بالتاجي حاليا ابنك حاليا بالتاجي جرب زينه انت بالتاجي انت نعم. انا قبل ما تكمل لانه هو الوقت انتهى بس اريد اخصص لك نعم. موعد اخر بس قبل الموعد انا الموعد اريد اتفق وياك من حيث نعم. المبدا يكون على الاسبوع الجاي نعم. لكن قبلها اريد شغله يا رب تصير معالي وزير العدل المحترم ارجوك نعم. تلتقي هذا الاب ايه؟ ارجوك طلعوا له صوره معالي وزير العدل ارجوك يا خلود الزيادي امانه برقبتك امانه برقبتك امانه برقبتك ضبط الموعد ما اعرف لا تقولي لي خابرت وما رد وخابرت وتمام استاذ لا مو تمام استاذ اريد تجيني تقولي لي صار الموعد واريد صوره لو فيديو انه قاعد ويا الوزير احكي كل هذا الحكي للوزير لا تحكي للراي العام لان قاعد يصير بظروف نعم نعم أنا للأمانة أقول للسيد معالي وزير العدل يحجون باسمه إجوا هذول الثنين حققوا ابني على أساس أنه السيد وزير العدل هو مودع عليهم يقولوا له أنت تستفز السجناء زين هو سجين مسوب حريته طول الاستفزاز شنو تمام شنو الاستفزاز اللي أشكرك السجناء احنا حتى نكون مهنيين وواقعيين بعملنا احنا نقلنا الامر يم معالي وزير العدل انت تليفون خلود الزيادة عندك نعم والخبير القانوني نعم. امير علي تحياتي الى تليفونه عندك اريد تضبطون موعد للاستاذ نعم. المحامي احمد عبد الحمزة رسول وزير العدل ما ترجعوا تقولوا لي ما ضبطنا لا ضبطوا له موعد وزير العدل يلتقي ضبطوا له موعد وخلي شوف شو راح يصير وهذا وانا مستعد الاسبوع الجاي اذا ما صار شيء نلتقيكم ونكمل الموضوع شكرا استاذ شكرا جزيلا شكرا لكم مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته